إذاعة جمهورية العراق من بغداد. الشناشيل، الشناشيل تعتبر التشكيل المعماري أو البناء المعماري المتعارف عليه في مدينة البصرة، وبالخصوص مدينة البصرة القديمة. ومن هذه المدينة حقيقة انطلقت إلى باقي المدن العراق، لذلك سميت البصرة بأم الشناشيل. الشناشيل هو عبارة عن تركيب من الخشب، عادة يكون لتتميز به في الطابق الأول للبيوت لخفة وزنه، ويستخدم لأغراض معمارية بحتة، منها على سبيل المثال للحصر، أن هذا المكان هو يمتد في يكون كظل في على ما يسمى الدرابين أو الفروع في المدينة، فيوفر نوع من الظل على المارة. تكون الشناشيل أيضا فيها مشبكات، لذلك يكون في الداخل يرى من في الخارج، والخارج حقيقة لا يرى من في الداخل. أيضا هذه الشناشيل تكون متقاربة في الدرابين حتى تكون موضع حديث بين النساء حقيقة فيما بينهم بين الجيران. لذلك تسمى بأسماء كثيرة، منها تسمى مرات المشرفية، أنه يشرف من خلالها على خارج الدار، ومرات تسمى بالمشربية، أنه توضع فيها قلل الماء حتى تبرد فسميت بالمشربية. كل بلد هذا التشكيل المعماري، أبان الدولة العباسية ثم امتد إلى الدولة العثمانية وهكذا إلى عصور حقيقة وأزمان قريبة، كانت البصرة مشهورة بهذا التشكيل المعماري. وكل بلد له تسمية، بالحجاز تسمى مشربية، في مصر تسمى أيضا مشرفية أو مشربية كذلك، وهكذا. فهو تشكيل معماري لبناء البيوت متعارف عليه في الشرق الأوسط قبل 150 عام، وهكذا امتد إلى حقيقة إلى خمسينيات وستينيات القرن، بل لسبعينيات القرن الماضي. الشناشيل كلمة فارسية تتكون من مقطعين، شاه نشين، وتعني مكان جلوس الملك.
تصميم الشناشير يتلائم مع أجواء مدينة البصرة التي تمتاز بالرطوبة العالية وبدرجة حرارة مرتفعة في فصل الصيف، حيث يبنى جدار ويترك مسافة متر تقريبا، ويبنى جدار آخر موازي للجدار الأول، ويملأ ما بين الجدارين بالكسر والطابوق والتراب، يشكل عازل طبيعي لدرجة الحرارة في فصل الصيف. المرحلة العمرانية للشناشيل تختلف، بعضها يعود إلى الفترة العثمانية، وهذا واضح من خلال مواد البناء المستخدمة في تشييد بيوت وقصور الشناشيل. فإذا كان البناء يستخدم فيه خشب الشندل والحصير، فهذا يعني أن الفترة تعود فترة بناء القصر أو بناء البيت إلى الحقبة العثمانية، في حين لو كان هناك استخدام لحديد الشيلمان فيعني ذلك أن البناء يعود إلى الفترة الاحتلال الإنجليزي. تنوعت الطرز المعمارية في بيوت الشناشيل ما بين الطراز المعماري الإسلامي والطراز المعماري الفارسي، بالإضافة إلى الطراز المعماري الهندي. سبب ذلك يعود إلى أنه مدينة البصرة من المدن الساحلية، وبالتالي هناك يعني عمالة وافدة من خارج العراق، من خارج مدينة البصرة، جاءوا لنقل ثقافات معمارية كانت موجودة في بلدانهم. تنوعت أيضا جغرافيا توزيع هذه البيوت، هذه القصور، ما بين المدينة القديمة التي تم تأهيلها مؤخرا من قبل اليونسكو ووزارة الثقافة والسياحة والآثار، فيما يتعلق بالنقوش والزخارف الموجودة في بناء الشناشيل، هناك نقوش وزخارف نباتية، وهناك ما تعرف بالأطباق النجمية، وأيضا نقوش وزخارف هندسية. طبعا مراحل البناء مثل ما ذكرنا أنه تختلف حسب المرحلة الزمنية لبناء تلك القصور والبيوت التراثية. هناك جانب إنساني اجتماعي في بيوت الشناشيل، شرفات المطلة على الخارج، بإمكان العائلة، بإمكان خاصة النساء أن ترى يعني ما موجود في الشارع من حركة، من مارة، من كل ما موجود في الشارع، في حين الآخرين لا يستطيعون مشاهدة من هم في الحجر. وهذه ميزة يعني ميزة اجتماعية خلقها هذا الطراز المعماري، حتى يعني يكون جزء من التقاليد البصرية المحافظة، العوائل البصرية المحافظة. لكل بلد من بلدان العالم له طراز خاص من فن العمارة والبناء، ويتناسب هذا الفن مع الأجواء ذلك البلد وتلك المدينة. في مدينة البصرة اشتهرت طبعا ببناء الشناشيل. الطراز الشناشيل يتناسب مع جو البصرة الحار في الصيف، فقد تم بناء الطوابق الأرضية من الطابوق. جمهورية العراق من مدرسة.
كانت الشناشيل إذا ردنا نجي كهندسة بها غرابة بكيفية الهندسة اللي هي ربطة الماضي بالحاضر من ناحية الأخشاب اللي هي لحد الآن لم تتلف، يعني هذا فتشي يدلل على وجود أكو أمور إحنا نجهلها لكن علينا أن نبحث بها إحنا كمجتمع بصري. لكن أكيد المهندسين المختصين بهالمجالات هذه وجدوا أكو أمور يستحق البصري أن يتفاخر بوجود لمثل هذه المهارات الهندسية، كذلك إلى طريقة البناء وكيفية المحافظة على مجموعة من هذه الهيكلة. تلاحظونها يعني هدمت هذه الفترة لما يقارب هي تقريبا عمرها 120 إلى أكثر من 120 سنة، وهذه لاحظتوها يعني عمر طويل. عندما اجوا يريدون يعيدون الهيكلة وجدوا انه متماسكة على الرغم من هذا العمر الطويل، فأكيد اكو يد بصرية اخذت هنا على عاتقها بناء هذا الصرح، او الصروح عبارة عن اكثر من قصر هو هنا اللي هو قصر الشيخ خزعل وقصر بيت البسام وقصر الباشا والى اخره. يعني احنا عندنا قصور المفروض انه المختصين بالتاريخ ياخذون دورهم هنا لتوضيح لكثير من الناس اللي يجهلون تاريخ هذه القصور. هذه هي تعتبر يعني دخولنا الى الموسوعه اللي تفيدنا وتخدمنا كتاريخ مجتمعي وعالمي ايضا. يعني هسه احنا مثلا اخر الاخبار الهور دخل بالموسوعه العالميه، وايضا المضيف العراقي واللي بالاهوار كيكليته وبناءه ايضا دخل. فالشناشيل كيف انه ما يكون لها فد تمييز بهالمجال هذا. في بناء البيوت الشناشيل الحقيقة أو التشكيل المعماري اللي شو تلاحظ حضرتك أنه مثل ما تكلمنا على الطابق الأول والخشب، كانت توجد هناك الكورتيارد أو ما يسمى الباحة أو الفناء، فتكون هذه الغرف الطابق الأول مطلة على الفناء والفناء مفتوح إلى الأعلى، فيكون تدوير الهواء ما بين شبابيك الشناشيل وهذا الفناء حتى يدخل يتم مداورة الهواء. وبعض الأحيان مثل دول الخليج لا توجد هناك ما يسمى الباد جير اللي هو الشفت اللي أعلى اللي يتم دخول الهواء ويمر بحقيقة أسفل البيت ومرورا بالفناء، وهذا متعارف عليه في دول الخليج سابقا وفي مصر وهكذا. هذه حقيقة هذا البناء اللي كان متعارف عليه بناء صديق للبيئة، أثبت فعاليته على مدى أزمان طويلة. المواد المستخدمة أثبتت فعاليتها أيضا من هذه المواد هو الطابوق الفرشي. فيما يخص العراق، طابوق الفرشي يتم تصنيعه في وسط العراق، في كربلاء، في النجف، في الحلة، يعني طهمازية وهكذا هذه المدن. وهذا الطابوق يتم تحضير الطين وتخميره لمدة أكثر من سنة حقيقة، وبعد ذلك يتم صهره بدرجات حرارة معينة. وهذه الخلطة أصلا خلطة مميزة معروفة أنه يوجد فيها الآش والرمل والطين، بعد تخمير الطين هذه المدة الطويلة حتى تكون هناك تنتج هناك طابوقة نقول أنها تستمر لأزمان طويلة. فيما يخص البصرة، فيما يخص العراق، البناء التراثي ينقسم نوعين. نوع اللي تكلمنا عنه هو الشناشيل، ونوع أيضا البناء الآخر هو الطين. والطين له خصائص، والبناء الخشب والشناشيل له خصائص.
وهذا حقيقة ممتد كثير من متشابه بدول الخليج والشرق الأوسط وفي اليمن، وهكذا التجربة موجودة في العراق. من المواد الأخرى بعد ما تطرقنا على المواد، هناك النورة. النورة اللي هي حقيقة المادة السحرية أو الرئيسية اللي تستخدم في أعمال اللياسة أو أعمال اللبخ والطلس بمراحل متعددة. لذلك النورة هي من أهم المواد التي تستخدم في البناء وتستخدم في اللبخ، وأيضا تستخدم كنوع من أنواع الصبغ حتى تجعل البناء طويل العمر، وهي مانع حقيقة لتسرب المياه. المواد المستخدمة في البيوت التراثية أيضا مثل ما نقول اللي هو الكاشي الفرشي أو اللي يستخدم في السطوح ويستخدم في فناء الدار ويستخدم في الغرف أيضا. للبيوت الغنية حتى تلاحظون مثل هذا البيت كان يستخدم كاشي مصنوع من اليد، يسمى الكاشي الهيدروليك أو الكاشي السمنتي اليدوي حقيقة. هذا ويطبع من خلال طبعات معينة وهو طويل العمر، مثل ما مستخدم في دول المغرب العربي ومستخدم في أوروبا والكثير من البلدان. وهذا الكاشي له من الميزات حقيقة الجيدة في مقاومة الظروف وطويل العمر. من المواد المستخدمة أيضا مثل جنابكم الكثير من الأنابيب تكون خاصة، ليست مثل هذه الأنابيب التي تستخدم الآن، الأنابيب البلاستيكية، لا، كانت عبارة عن كاست آيرن اللي هو الحديد المفخور، وبعض الأحيان يكون هناك أنابيب من الطين المفخور واقعا فتستخدم في الأعمال تسليك الأنابيب وهكذا. تأسيس الكهرباء له ميزاته الخاصة، كانت الكهرباء مرت مثل ما تعرف جنابك تأسيس الكهرباء مر بفترات وباختراعات متجددة الحين بعد الآخر. فالبيوت التراثية كانت تستخدم الكهرباء الظاهرية أو الكهرباء التي تمرر من خلال مثل ما تقول أنابيب أو ألواح خشب في هذه تمر من خلالها القابلوات أو الكابلات الوايرات التي يتم تأسيس الكهرباء من خلالها. وهكذا البيوت التراثية تحتاج إلى الكثير من العناية ويحتاج الكثير من الدراسة. أصبح من الواجب بل من المهم إعادة إحياء والحفاظ على هذا التراث الغني لمحافظة البصرة بل جميع محافظات العراق، منها بغداد، منها الموصل، منها الكثير من المدن العراقية، وفيها الكثير من التراث الحقيقة الذي يستحق الحفاظ عليه. القصور والبيوت التراثية في مدينة البصرة هناك سمة تشير إلى القوة الاقتصادية التي تتمتع بها بعض العوائل البصرية من حيث سعة البناء، سعة القصر، النقوش والزخارف، مساحة القصر. كل هذه عوامل تؤشر على أن العوائل التي قطنت تلك القصور تتمتع بقوة اقتصادية، مما جعلها تتفنن في بناء تلك القصور. هناك عدد غير قليل من العوائل البصرية، لا سيما بيت البسام، بيت عبد اللطيف المنديل، بيت الهارون، آل باشعيان، آل النقيب، وغيرها من العوائل البصرية التي
شيدت وقطنت تلك القصور البيوت التراثية التي تعتبر اليوم هي أيقونة من أيقونات مدينة البصرة، وتشكل معالم تراثية وحضارية وسياحية مهمة خاصة في المدينة القديمة وأبو الخصيب. طبعا هناك عدد غير قليل من القصور والبيوت التراثية تتوزع في مركز المدينة وفي جنوبها وفي غربها، وهذا يؤشر على أن البصرة تمتلك أرث حضاري وثقافي كبير. إذاعة جمهورية العراق من مدرسة